لو لشن يلغي جنازاتكم جديد وحصري على استديو أميرات الخيال. لو لشن يلغي جنازاتكم اخت الرجال افرحوا فيها ولعيونها صف الصف. ام محمد قبلة الزين والحسن الفريد مهرة متفردة في حلاها والوصول. ام عبد الله بالحلا كانها بدر القدوم فرقة في زنها حلو والطب معروف. وسعوا سحالهم واكثروا ويا الحضور اقبلت تلعب وترقص على دق الدفوف. العبي يا ام محمد وشوشي واطربي ولع المحفل ونجلك نصفك بالكفوف. والفحي في شعرك وغطر في شب الفتيل وقهري عذالك واظهري كل من يشوف. والله ان اللي ينافس جمالك ما يفوز مركزك اول وهو خاسر صابك كسوف. انت اصل الجود والمجد من ماضي الزمان كاسب احلى الخصائل وجزلة الوصول. والكرم والجود لك ساسي يا بنت الاصول تستحقين القصايد وامدح الحروف. انت شيخ يكرم الضيف ويعين الضعيف جودك فهلا عطى مثلها امام القنوف. وامك اللي في النسمة لهاني الدوم ثيب ماخذ عنها الخصايل مع عب الوصوف. وافخري باخوانك اللي لهم شان الرفيع من يعاديهم يجي نعمة ويجيه خوف. يا سليلة النشامة عزيزنا المقام بنت عز وبنت قوم لهم مجد عظيم. بنت قوم المجد والجود عالينا المقام مجدكم في ذروة العز والعليا يقوم. لو لشن يا